من الإيجابيات الملحوظة، العربية الجديدة بتاعت وزارة التموين بقت موجودة في الشارع وبتحارب الغلاء وبخصم 25%. صحيح مش منتشرة قوي، ياريت وزارة التموين تحط أرقام التليفونات على العربيات أو حتى تعرف الناس أماكن تواجد العربيات دي في المناطق، ده عشان المشروع يبقى أحلى. تابع الإيجابيات: هدم المحلات المخالفة واللي شغل الرصيف. كل الضرب والشتيمة دي عشان ما ينفعش، أمال لو قال حرام عليكم كنتوا عملتوا إيه؟ من الإيجابيات عودة الأمن زي أيام مبارك بالظبط. فانتاستيك فور بتوع مصر: في 4 واجعينهم في مصر، العبد لله الفقير، عبد الرحيم علي، توفيق عكاشة، مصطفى بكري. يا زين ما اخترت، مش هقول غير ان لولا الناس دي ما كناش عرفنا يعني ايه تطبيل. الهي ما يقطع لكم عادة. الست المصرية رومانسية بطبعها: وحشتني ما اقدرش اعيش من غيرك اكتر من كده، انت مرضي ومش عايزة اخف منه، انا عمري ما هفرط في حبك، ده حبك عندي بالدنيا، بحبك يخرب بيت امك. الله الله الله، انت كنت ماشي عدل يا وليه، في ايه؟ اقول لك الحق.